بسم الله الرحمن الرحيم. فأود أن أشكر الله عز وجل. أنا حاليا موجود أمام المستشفى العسكري، نقدم تعازي حارة لوالدة ريان ووالده. إذن إن لله وإن إليه راجعون، ونشكر سعادة الصحافة. إذن خبر الوفاة ديالو كما كنشاهد بأنه راه كيبان بأن كيقولوا في الأول راه سميتو راه حي، ولكن كيقولوا بأن محيتش بدو راه كيقولوا راه حي، ولكن هذا ما قدر الله وما شاء. إذن إن لله وإن إليه راجعون. إذن الله تعالى راه وقيل هذا ربما في النظرة ديالي بأن راه هذا وقيل راه عبرة لنا جميعا. فأود أن أشكر الله عز وجل، وشكرا لكم.